وبركاته. Dear students of the third secondary, طلابنا حبيبنا طلاب الصف الثالث الثانوي, النهارده ان شاء الله تعالى بنبدا مع بعض حلقه جديده من برنامجنا في يونت 2 الوحده الثانيه. يونت 2 في منهجنا اسمه My Father an Egyptian Teacher, والدي مدرس مصري, وبيتكلم عن قيمه المعلم والكواليتيز المميزات او صفات اللي لازم تبقى في المدرس الجيد. بتبدا قطعه الريدنج في اليونت ب For all those who have had the honor of being called teacher, لكل الناس اللي نالوا شرف كونهم مدرسين. The head teacher realized that the young teacher was worried. بيقول ان الناظر ناظر المدرسة لاحظ القلق اللي على وش المدرس الجديد. About his first lesson at school, وهو بيفكر في الدرس الاول بتاعه في المدرسة. Don't worry, you have all the qualities. ما تقلقش, انت عندك كل qualities. qualities من الكلمات المهمة بالنسبة لنا اللي هي مميزات او صفات. qualities لإيه بقى؟ صفات لإيه؟ To be a good teacher. To be a good teacher, عشان يبقى مدرس كويس. He said, you are very natural. انت طبيعي جدا with the students. انت كويس مع الطلاب. You are serious. خلي بالك بيبدأ يقول لنا مميزاته. You are serious, responsible, warm but strict. انت جاد في تعاملك مع الطلاب. مسؤول, warm, وترحب بالطلاب but strict, ولكن حازم أو صارم, ودي حاجة كويسة وميزة فيك. That's what I have learned about you in the short time you have been here. دي الحاجات اللي أنا شفتها فيك في الفترة القصيرة دي. You will need to be disciplined. You will need to discipline the students, but you will be fatherly and gentle. أنت هتبقى محتاج إنك تنظم الولاد, ولكن أنت هتتعامل بشكل fatherly, يعني بشكل أبوي, and gentle, وبلطف. Do you think so? المدرس بيسأله. فعلا. I've always prepared my lessons well. أنا دايما كنت بستخدم أو بجهز لدروسي كويس, said the teacher. I give myself goals and plan. خلي بالنا بيقول لي كده على الإجراءات أو الستابس اللي بيمشي عليها. أنا بدي نفسي أهداف وخطة, how to achieve them, وبخطط إزاي إن أنا أحققها. I plan to introduction يعني مقدمة, بعمل مقدمة, and then use steps, وبعد كده بعمل أو بستخدم خطوات. And I like to use paintings and pictures, وبستخدم كمان رسومات وصور عشان يوضح الدروس بتاعته. That's good. You have come with fresh ideas. Fresh ideas من الكلمات المهمة يعني أفكار جديدة. بيقول لي I believe that the teacher or a teacher mustn't silence his students. بيقول رأيه بقى, أنا متهيألي إني مش من المهم إن المدرس يصمت أو يسكت أو يخرس طلابه, يعني لازم يشاركهم معاه في الحصة بتاعته. He must inspire them. Inspire معناها يلهم. لازم يلهمهم and encourage them to communicate. لازم يلهمهم ويشجعهم على التواصل وإن هم يتواصلوا معاه, and to take part in conversations, ويشاركوه كمان في المناشات. جميل جدا, دي كلها مميزات جميلة جدا تبقى في المدرس. You don't want to spoil the students, warned the head. الناظر بيحذره, أنت مش لازم تدلع الطلاب. spoil يعني يدلع الطالب أو يفسده. Oh, I want. لا, بيدافع عن نفسه. لا, مش هعمل كده طبعا. We should encourage them. احنا لازم نشجعهم. To move around the class. دي مهمة جدا. دي استراتيجي كويسة قوي. ان احنا لازم نشجعهم ان هم كمان يتحركوا في الكلاس. بص بقى هيعملوا ايه. We can't change the design of the classroom. احنا نقدر نغير تصميم الكلاس روم. ازاي؟ If there is a discussion, لو في مناقشة, the students can sit in a circle. Circle يعني دايرة. الطلاب ممكن يقعدوا في circle أو or semi-circle أو نص دايرة, بحيث ان يتح لهم جو مناسب للمناقشة أو جو مريح للمناقشة. We could even have the class outside. إذا احنا ممكن كمان ناخد الحصة برا في الحديقة بتاعت المدرسة. Under the trees, said the teacher. ده كان مهم جدا. طب الناظر يقول له good luck with your first class tomorrow. بكرة ربنا وفقك في حصة اليوم أو الحصة الأولى في الليك في المدرسة. The teacher left him dreaming about his new life as a teacher. بيقول إن الناظر سابه وهو بيحلم بيومه الأول كمدرس. He believed that his was the most important job. ولأني أفضل وظيفته الجميلة دي, he was society's engineer. شاف نفسه إن هو society's engineer, يعني مهندس للمجتمع. وفعلا المدرس هو باعتباره مدرس أو مهندس للمجتمع. بيعمل إيه؟ helping to build it, وبيساعد في بناء, بيساعد في بناء المجتمع. A teacher is like the layers. وخلي بالنا دي مهمة جدا الجملة ديت. المدرس مثل طبقات الأرض, layers of the earth, اللي هي طبقات الأرض. اللي ممكن يحصل, whatever level
level you reach مهما وصلت لمستوى you can dig deeper تقدر تنزل اكتر او توصل لمستوى افضل to find more layers that are even richer than before واغنى وهتلاقي فيها معلومات اكتر من قبل كده. His was the best job in the world ودي افضل وظيفة في العالم. بنبص كويس قوي على قطعة reading والvocab عشان نستفيد منها ان شاء الله تعالى وتدون عندك الملحوظات ديت. وبعد الفاصل ان شاء الله تعالى هناخد الجرامر بتاع يونت 2 تابعونا. ورجعنا لكم من الفاصل الجزء الخاص بالجرامر. يونت 2 بيناقش لنا جزء مهم جدا جدا او درس مهم جدا في الجرامر او التنسز عموما او الازمنه. زمن النهارده اسمه the present perfect tense زمن المضارع التام. يعني ايه مضارع تام؟ مهم جدا جدا زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا لازم نبقى عارفين اسم او تايتل بتاع الزمن معناه ايه. The present perfect tense انت لو فكرت فيها كده هتلاقي موضوع غريب. present يعني حاضر اما perfect تام انتهى. طب ازاي هو حاضر وانتهى؟ طب خلي بالنا كده نركز معي. ال present perfect فاندم هو ال action the action that الحدث that happened a short time ago الحدث اللي حصل منذ وقت قصير. تقول لي بس طب ما هو حصل اهو. اقول لك يبقى ماضي. لا ثواني اهدى لازم نفكر بشكل اكبر. The action that happened a short time ago but has an effect in the present هو ليه اثر او ليه تاثير عشان يبقى بشكل واقعي اكتر ليه تاثير في الحاضر. يعني ايه ليه تاثير في الحاضر؟ يعني واقع على الحاضر تاثير مادي او معنوي. طب مثال لو انا عندي الدنيا احنا في شهر واحد في الدنيا برد جدا واحنا في ايام امتحانات لازم نروح المدرسه وحضرتك صحيت الصبح الساعه 6 الصبح ونزلت قدام باب العماره. طبعا انت تصحى من على السرير محتاج قرار سياسي ساعتها. انت ولد مجتهد ونزلت من العماره اول حاجه لقيت الشارع مليان مطر اول حاجه تيجي في ذهنك ايه؟ هتقول ايه بالعربي؟ الدنيا لسه ممطره. جميل. انت قلت الدنيا مطرت ولا الدنيا لسه مطره؟ لسه مطره علشان في افكت عشان في تاثير على الحاضر. انت عرفت ان الدنيا لسه مطره من اثر المطره اللي في الشارع ده البريزنت بيرفكت ده المضارع التام. فهنقولها بالانجلش it has just rained. it has just rained ايوه. الفرق بقى لو قلت it has just rained او قلت it rained yesterday. it rained yesterday ده في الباست سمبل اللي اتكلمنا عليه في يونت 1 ودي هيبقى الاكشن حصل وانتهى وملوش اي افكت على الحاضر. طيب it has just rained لا انت الفعل حصل a short time ago ولسه ليه تاثير على الحاضر. لسه ليه تاثير على الحاضر ده البريزنت بيرفكت. ده البريزنت بيرفكت او المضارع التام. any problem ال present perfect بيتكون من تكوين سهل جدا بيكون من has او have والpast participle. has مع الضمائر he او she او it وhave مع I او they او we او you bravo. وبعد كده بستخدم past participle التصريف الثالث. التصريف الثالث للفعل يبقى ده هو شكل الزمن has او have والpast participle. طيب تعال نعرف ال use نستخدم ال present perfect امتى. امتى اقول جملة في زمن ال present perfect؟ اولا هستخدم ال present perfect لما يكون الاكشن زي ما اتفقنا من شويه happened a short time ago منذ فتره قصيره جدا. زي لما اقول لي مثلا في المثال I have just bought a new car. I have just bought a new car هنا اللي قدامك هيفهم ان انت لسه شاري العربيه في وقت قريب لان just اللي انت استخدمتها برافو عليك just معناها حالا. just معناها حالا. طيب مثال تاني لما اقول لك he has visited his uncle this month ده هنا بستخدم present perfect للتعبير عن action happened in the past but in an ascertain او في وقت غير معلوم في الباست في وقت غير معروف للمتحدث. يعني مثلا لما اقول لك he has visited his uncle this month هو زار عمه هذا الشهر. طب هو لو عارف الوقت بالظبط مش كان قال ايوه فهو this month معناها ان هذا الشهر هذا الوقت او الفعل حصل في وقت غير معلوم بالظبط. برافو عليك. طب اقدر استخدم present perfect كمان للتعبير عن action started in the past was still happening till now. started in the past بدأ في الباست ولسه بيحصل حتى الآن. مثال لما أقول لك they lived in Cairo since 1999 هم عايشين في القاهرة منذ 1999 ده معناه إن they are still living in Cairo إن هم لسه عايشين في القاهرة. يبقى الاستخدام الثالث يستخدم التعبير عن فعل بدأ في الماضي ولا زال يحدث حتى الآن. مثال أو استخدام تاني للpresent perfect أو المضارع التام الفعل اللي بيحصل في الباست a short time ago ولكن ليه تأثير ملموس. ليه تأثير ايه؟ ملموس على الحاضر. زي مثلا لما اقول لك it has rained heavily. it has rained heavily
الدنيا مطرت بغزاره. ليه استخدمت البريزنت بيرفكت؟ لان بيقول لي كده في الجمله الثانيه او بتكمله الجمله the trees are wet. the trees are wet يعني the trees are wet بيقول ان الاشجار مبتله. الاشجار مبتله, فهنا الافكت باين او التاثير باين جدا. في البريزنت بيرفكت كمان اقدر استخدمه للتعبير عن تكرار عدد مرات حدوث الفعل. تكرار عدد مرات حدوث الفعل, لما اعمل الفعل اكتر من مره او اتكلم عن عدد مرات حدوث الفعل ممكن استخدم البريزنت بيرفكت. استخدم البريزنت بيرفكت المضارع التام. For example, اقول لك I have drunk two cups of tea today. I have drunk two cups of tea today. انا النهارده شربت كوبايتين شاي. طب كوبايتين شاي او اتنين كوباية شاي النهارده, ده انا بعبر عن تكرار عدد مرات حدوث الفعل. تكرار عدد مرات حدوث الفعل. اهم استخدامات البريزنت بيرفكت المضارع التام, اولا استخدمناه للتعبير عن action happened a short time ago. ثانيا استخدمناه للتعبير عن فعل حصل في الباست في وقت غير معلوم بالظبط. استخدمنا للتعبير عن فعل بدا في الباست وستيل هابينج تيل ناو ولسه بيحصل لغايه دلوقتي. استخدمنا للتعبير عن فعل حصل في الباست ولسه وليه تاثير. واستخدمنا كمان في البريزنت او الستاند بريزنت بيرفكت للتعبير عن تكرار حدوث الفعل. طيب خلي بالنا من معلومه مهمه جدا, البريزنت بيرفكت دايما مقرون بالبريزنت سامبل. ايوه البريزنت بيرفكت دايما مقرون بالبريزنت سامبل, يعني دايما وابدا لما اقول مثلا The room is clean. The room is clean. Someone has cleaned it. Someone has cleaned it. في حد نظفها. طب the room is clean هنا present simple. فلما أقول لك أو أكمل لك الجملة أقول لك someone has cleaned it. لسه حد نظفها من وقت قصير. دايما مقرون بالpresent simple. جميل. من أهم التنس remarks من الكلمات الزمنية اللي بتعبر عن present perfect, الكلمات اللي لو شفتها في الجملة هعرف بشكل كبير ان الجمله في زمانها present perfect. اعرف بشكل كبير مش 100% ولكن بشكل كبير جدا ان الجمله زمانها present perfect. الكلمات دي هي ever, ever اللي معناها من قبل, never معناها ابدا, just حالا, برافو, already بالفعل, since منذ, for لمده, yet بعد او حتى الان, lately او recently, lately او recently معناهم حديثا او مؤخرا, so far حتى الان, since then منذ ذلك الحين, since then منذ ذلك الحين, up till now حتى الآن, up till now معناها حتى الآن, over the years على مر السنوات أو على مر السنين. دي أهم التنس remarks, الكلمات الدالة على present perfect tense على زمن المضارع التام. خلي بالك معايا علشان احنا هناخد ملحوظات على بعض الكلمات الدالة, مهمة جدا ان احنا نبقى عارفين استخدامها ازاي في الجملة. أيوة مش مجرد حفظ كلمات دالة. Ever, never, just, already, since, for, yet, lately, recently, so far, up till now. طب جميل قوي. انت حافظ الكيوردز او التنس ريماركس هتعمل بيهم ايه؟ ده مهم جدا. هتستخدمهم ازاي؟ انا طالب ثانوية عامة في الامتحان لازم ابقى عارف امتى احط خط في الاختيارات على او تحت has او have والpast participle. ايه اللي معنى او ايه الميننج او الاستخدام اللي كمان يخليني استخدم present perfect tense. ده مهم جدا. دي ان شاء الله تعالى النقطة اللي احنا عايزينها نركز معاها مع بعض فيها, وبإذن الله تعالى لمتابعتك لحلقاتنا إن شاء الله يونت باي يونت وحدة وحدة هنمشي معاك بالترتيب المنهج بإذن الله تعالى, والفول مارك بإذن الله تعالى بتبقى من نصيبك. المعلومة الأولى أو الملحوظة الأولى اللي هنركز عليها هي استخدام ever. استخدام ever. طيب من المعروف عن ever أو المسموع عنها إن ever تستخدم في question والنيجاتيف في النفي والسؤال. لا النهاردة هنستخدم ever في السؤال تمام زي ما هو معروف, وكمان هنستخدمها في النفي والإثبات. والنفي والإيه؟ والإثبات. طيب إزاي؟ تعالوا كده. أول سؤال أو أول مثال معنا Have you ever been to Paris? Have you ever been to Paris? دي طبعا احنا متعودين عليها, ده السؤال بever اللي هو بيقول لي هل سبق لك زيارة باريس؟ هل سبق لك زيارة باريس ولا لا؟ طيب تعالوا كده نستخدم ever في الإثبات إزاي؟ قال لنا استخدامهم في شكل صفات التفضيل العليا, صفات المقارنة بتاعة التفضيل العليا. لما أقول مثلا This is the best novel I have ever read. Again, this is the best novel I have ever read. دي أفضل رواية قرأتها. يبقى أنا استخدمت هنا ever في التفضيل العليا, في صفة التفضيل العليا مع the best. مهم جدا. طيب رقم 3, هل تقدر تستخدم ever في النفي؟ آه طبعا, وهنشوفها دلوقتي في المثال. Nothing bad has ever happened to Ali. هي مش nothing bad بتنفي, اقدر استخدم nothing bad او no one او nothing. nothing
او no one او nobody كمان. Nothing bad has ever happened to علي. مفيش حاجة وحشة حصلت قبل كده علي. يعني علي ما مرش به تجربة وحشة قبل كده. فأقدر استخدم فيها ever في النفي لما أقول لك nothing bad has ever happened to علي. مفيش حاجة وحشة حصلت قبل كده علي وتبقى جملة صحيحة 100%. طيب تعالوا كمان نشوف الفرق بين has been to و has been in و has gone to. طبعا عارفينها في أولى وتانية ثانوي، ولكن في ثالثة ثانوي احنا بنركز عليها جدا، لان زي ما اكدنا قبل كده الجرامر لي او عليه 30 جملة في الامتحان في choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة، بقوا 30 جملة منهم بس 15 على الجرامر، 15 على الجرامر. فلازم تبقى متوخي حذرك الكامل وانت بتركز في الجرامر. علي has been to Paris. علي سبق له زيارة باريس. علي has been to Paris دي معناها ان هو راح باريس مرة من مرة في يوم من الايام زار باريس. But he is here now. ولكن هو هنا دلوقتي. هو ما قالش في الجملة he is here now، ولكن ده المينينج، ده المعنى الواصل. علي has been to Paris يعني علي ذهب الى باريس وعاد منها. يعني هو visited Paris once or one time، يعني زار باريس في مرة من المرات. جميل. علي has been in Paris. علي has been in Paris. حرف الجر بس هو اللي اتغير. علي has been in Paris معناها ان علي ذهب الى باريس and still there. خلي بالك وstill there بغرض العمل مثلا. يبقى علي has been in Paris. علي ذهب الى باريس ويعمل هناك. ويعمل هناك. برافو عليك. طيب علي has gone to Paris. علي has gone to Paris معناها علي ذهب الى باريس and still there. ولا زال هناك. ايوه يبقى بتساوي بشكل كبير علي has been in Paris. مهمين جدا جدا جدا. علي has been to Paris ذهب الى باريس وعاد. علي has been in Paris ذهب الى باريس وبيعمل هناك. علي has gone to Paris ذهب الى باريس but he is still there. ولكنه لسه هناك. نتنقل معلومه ثانيه. استخدام since معناها منذ. من اهم كلمات الداله على present perfect. من اهم كلمات الداله على present perfect المضارع التام. since معناها منذ وهيجي قبلها present perfect. يعني ايه present perfect؟ فكر كده. ايوه برافو عليك. has او have التصريف الثالث. has او have التصريف الثالث. وبعدها ايه؟ since هيجي بعدها وقت بدايه الفعل. the time you started the action in. الوقت اللي انت بدات فيه تعمل الفعل. زي ايه؟ ممكن يكون سنه، ممكن يكون شهر، ممكن يكون يوم، ممكن تبقى ساعه، ولكن لازم يبقى وقت محدد. وقت محدد the start point، نقطه البدايه، نقطه بدايه فعلك للاكشن ده. يعني اقدر اجيب present perfect بعد كده since، ممكن اجيب بعدها 1999 على السنة، سنة بداية وقت. May شهر مايو. 2 o'clock الساعة الثانية. او ممكن اقول since Monday منذ يوم الاثنين. منذ يوم الاثنين. طب for example تعالوا نشوف مثال. لو قلنا he has lived in Cairo since 1999. he has lived in Cairo since 1999. هو عايش في القاهرة منذ 1999. طب ده معنى ايه؟ ان he is still living there. ان هو لسه عايش هناك، لسه عايش في القاهرة. طب يبقى هو بدأ الفعل ده، هو بدأ الاكشن ده في سنة 1999 وستيل ذير ولسه هناك. اقدر استخدم البريزنت بيرفكت المضارع التام مع سينس كمان، وقبلها نيجاتيف وقبلها نفي. في الحالة دي اجيب بعدها ايه؟ خلي بالنا مهمة جدا النقطة دي. سينس هجيب بعدها ساعتها ناون اسم او باست سامبل او لاست وايه اي وندر. فور اكزامبل عندنا ثلاث امثلة. لما اقول لحضرتك he hasn't phoned us since the wedding. هو لم يتصل بنا منذ حفل الزفاف. يبقى هنا كده جبت since بعدها noun. طب he hasn't phoned us since he got married. منذ ان تزوج. يبقى كده جبت بعدها past simple. طيب he hasn't phoned us since last Monday. يعني هو ما اتصلش بينا منذ يوم الاثنين. منذ يوم الاثنين. يبقى جبت last وبعدها يوم. مهم جدا جدا. طيب في شكل ثاني للسنس ممكن استخدمه اللي هيجي قبلها it's زائد period of time مده زمنيه وسنس past simple. سنس past simple وهيبقى بنقول كده. ايوه بنحفظه دلوقتي كده it's ومده سنس وماضي. it's ومده. ايوه سنس وماضي. برافو. هقول سنس او it's three years since we last saw علي. it's 3 years since we last saw علي. لو خدت بالك احنا حاطين last بين two brackets بين قوسين عشان ممكن نستخدمها او لا. يبقى عدى 3 سنين منذ ان رايت علي. منذ ان رايت علي. برافو. طيب المعلومه الثانيه بقى فور معناها لمده. بيجي بعدها من اسمها المده الزمنيه كامله the period
او الفتره او المده اللي انت استخدمتها to do the action او ان انت تقوم بعمل الفعل. هجيب بعد for اسم او مده زمنيه زي 9 years او an hour او 3 months او 3 months. He has lived in Cairo for 20 years. هو عاش في القاهره مده 20 سنه. يبقى دي the period of time, هنا المده الزمنيه للاكشن بتاعه للحدث بتاعه. ممكن استخدم كمان yet. yet دايما عارفين احنا بنستخدمها في نهايه جمله present perfect النفي والسؤال. لما اقول لك have you finished your work yet, have you finished your work yet, هل انهيت عملك بعد, ترد عليه في النفي يقول no I haven't finished it yet, no I haven't finished it yet. any problem, مهم جدا النقطه ديت. ممكن استخدم كمان مقطع او جمله مهمه جدا للتعبير عن present perfect. هنستخدم it is ورقم ترتيبي time و present perfect. ايوه it's the space time وبعد كده present perfect. النقطه ديت هنستخدمها للتعبير عن present perfect. وقلنا في بدايه شرحنا ان present perfect مقرون بالpresent simple. فهنا is هنا اللي بعد it هي اللي تخلينا نستخدم present perfect. طب نفتكر ولادنا شاطرين في unit 1 قلنا it was ولكن استخدمنا past simple. برافو عليك. it was يبقى استخدم past simple لان الماضي التام مقرون بالماضي البسيط. اما present perfect له علاقه وطيده بالpresent simple. هنا قلت it's the space time present perfect. for example لما قلت it's his او it's the first time he has driven a car, هو اول مره او دي اول مره يسوق فيها عربي, يسوق فيها عربي. مهم جدا جدا تركز في النقط دي. احنا كده ان شاء الله تعالى نكون غطينا اهم نقط في present perfect المضارع التام, لان present perfect one of the most important topics this year. ان ده من افضل او من اهم النقط عندنا السنه دي. في ملحوظات كتير, في نقط كتير. باذن الله تعالى حضرتك تدون المعلومات ديت تكتبها عندك في ورقه علشان حضرتك تشوف الحلقه بتاعتنا على القناه, وباذن الله تعالى بعدها تشوفها على اليوتيوب على قناه مصر الحقيقه على اليوتيوب الخاصه بالبرنامج. وساعتها تكتب لنا في التعليقات الكومنتس والاسئله, واحنا بنرحب بكل انواع الاسئله وان شاء الله تعالى نرد عليها جميعا. وباذن الله تعالى التفوق والتميز هدف كل طالب بيتفرج على مدرس لكل طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم طاهر منصور.